السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء مهم لمن يتمنى الموت. بعض الناس اليوم أيها الأحبة فعلا أصبح يتمنى الموت بسبب الضغوط الاقتصادية، الحروب، المشاكل النفسية، الضغوط الاجتماعية وغير ذلك. طيب ماذا يفعل؟ هذا الأمر أخبرنا عنه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الإنسان فعلا قد يضعف أحيانا وقد يصل لمرحلة يتمنى فيها الموت. السيدة مريم عليها السلام، ومن هي السيدة مريم التي طهرها الله؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. على الرغم من ذلك مرت بظرف تمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أحيانا الضغوط تكون أقوى من الإنسان. النبي هنا أخي الحبيب لم يغفل حالة هؤلاء الذين يتعرضون لشيء من اليأس. طبعا هذا الدعاء أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء مهم جدا، أن الإنسان إذا تمنى الموت فينبغي أن يدعو بهذا الدعاء. يعني لا يتمنى الموت مطلقا، يقول يا ليتني مت قبل هذا، أو يا ليتني غير موجود، أو يا ليت ابني هذا العاق غير موجود، أو يا ليت كذا أو كذا. لا، ليقل انظر معي إلى الرحمة النبوية، علاج نفسي. والله أيها الأحبة هذا الحديث فيه شفاء. اللهم أحييني ما دامت الحياة خيرا لي. لاحظ هنا أخي الحبيب نقلك هذا الدعاء من البشر إلى رب البشر. أنت من الذي ضيق عليك؟ البشر. من الذي أوصلك إلى مرحلة تمني الموت؟ البشر. فهنا نقلك النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يغير نظرتك، يقول لك انظر إلى الله لا تنظر إلى الناس. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. سبحان الله، يعني دعاء والله يشرح الصدر. كما قلت لكم كنوز نبوية فيها شفاء. طيب دعونا نتأمل هذا الدعاء كلمة كلمة، وماذا وما هو تأثير هذا الدعاء على إنسان مكتئب. أول شيء، الدعاء ينبهك إلى أن الموت والحياة بيد الله وليس بيدك أنت، وأن الاختيار هو لله وليس لك. ما كان لهم الخيرة، والله يخلق ما يشاء ويختار. أراد النبي أن تدرك أن الهموم وتفريج الكروب وعلاج الضيق وعلاج المشاكل النفسية هو بيد الله، فنقلك من الدنيا إلى السماء إلى الآخرة. وجه نظرك إلى السماء إلى الله عز وجل. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي. طيب أنا الآن إذا تمنيت الموت نتيجة ضيق الرزق، ولكن هناك رزق كبير سيأتي بعد فترة قصيرة. طيب كيف أتمنى الموت والرزق قادم؟ إذن أنا أسلم هذا الأمر وهذا القرار لله. يا رب أنت بيدك القرار، وهذا منطقي أيها الأحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما معنى ذلك؟ يعني أي إنسان لا يمكن أن ينتهي أجله أو يقترب أجله أو تخرج روحه إلا بإذن مباشر من الله.
قرار يوقع من الله سبحانه وتعالى. فعندما تسلم هذا القرار لله، الله يعلم أن هناك خيرا سيأتي فيؤخر أجلك حتى تكسب هذا الخير، لأن النبي في حديث آخر يقول: ولو أن أحدكم فر من رزقه، هرب من رزقه، لأدركه كما يدركه الموت. فإذا أنت لن تستطيع أن تهرب من الرزق، كما أنك لا تستطيع أن تهرب من الموت تماما. فإذا اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي أعطاك شيء من التفاؤل. أنت كنت محبط يائس، وإذا بهذا الدعاء يفتح لك بابا من الأمل والنور تنتظر من خلاله الخير. طيب، وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. طيب، أحيانا الإنسان ينتظره شر كبير، يتمنى لو أنه لم يعش حتى يرى ذلك الشر. قد يأتيه مال يطغيه ويكون سببا في هلاكه، وأن يقذف بسبب هذا المال في نار جهنم والعياذ بالله. فالله أنقذك منه وكتب لك الموت الآن. وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. فهنا أنت تقول: يا رب، من جديد القرار بيدك، أنت الذي تختار لي الخير. فإذا كان الموت خيرا لي، يعني الأيام القادمة كلها شر وكلها ضلال وكلها لا ترضيك، إذا توفني، بحيث أنك في كلتا الحالتين أنت الفائز. يعني عندما تعيش سنوات وتكسب الخير أنت الفائز، وعندما تموت غدا وينصرف عنك الشر أيضا أنت فائز، لأن الموت نجاك من الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والموت خير له، أو أقل خير له من الفتنة. يعني الإنسان أن يموت أفضل بكثير أن يفتن في دينه وأن يكفر أو يلحد أو يطغى أو يظلم أو يأكل الربا أو يأكل مال اليتيم فيكون من أهل النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تخيل أن هناك من يأكل مال اليتيم بغير حق، هذا كمن يأكل نارا في بطنه، والسعير التي هي جهنم بانتظاره. إذن هنا دعاء جامع مانع بليغ مريح، يجعلني أسلم أمري إلى الله عز وجل، أسلم حياتي للملك سبحانه وتعالى. هو الذي يتخذ القرار، هو الذي يختار لي الخير أينما كان. يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يقدر لي الخير حيثما كان، وأن يرضيني به، لأن الله عز وجل لا يختار إلا الخير ولا يقدر لي إلا الخير، وهو القادر أن يصرف عني الشر، وهو القادر أن يكرمني في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.